بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما قمنا في الدرس السابق بشرح كيفية تثبيت حروف تيفينا في نظام الويندوز XP و 7 على الحاسوب طبيعة الحال، رابط الفيديو أسفل، سنقوم في هذا الدرس بشرح كيفية تثبيت حروف تيفينا في نظام أندرويد على الهاتف. طيب، كل ما سنقوم به هو تحميل تطبيق من متجر بلاي ستور. إذن على بركة الله سنقوم بفتح بلاي ستور، ثم سنقوم بتحميل هذا التطبيق. سأقوم بكتابة كلافي تيفينا في خانة البحث، ثم الضغط على بحث. التطبيق الذي سنقوم بتثبيته هو كيبير كلافي امازير. دونك سأقوم بالضغط عليه لتحميله ثم تثبيته، ثم الضغط على انستالي، بعد ذلك اكسبتي، وننتظر حتى يتم تحميل التطبيق. بعد تحميل وتثبيت التطبيق نقوم بالضغط على أوفغير لفتح التطبيق. إذن هنا مراحل لتثبيت أو اختيار لوحة المفاتيح كبير من بين لوحات المفاتيح المثبتة على الهاتف. إذن سأقوم بالضغط على Next، مرة أخرى Next، ثم Installation Font Tiffin. إذن سأضغط على Go It. قمنا الآن بتثبيت لوحة المفاتيح، إذن لتشغيلها سيتوجب علينا تثبيت أشكال الخطوط. إذن أول ما سنقوم به هو اختيار لوحة المفاتيح كبير من بين لوحات المفاتيح المثبتة على الحاسوب، عفوا على الهاتف. إذن سنقوم بالنقر في هذه الخانة، ثم الضغط على الزر أوكي، ثم نقوم باختيار لوحة المفاتيح كلوحة مفاتيح أولى من بين لوحة المفاتيح المثبتة على الهاتف. إذن هنا أختار لوحة المفاتيح كبير، المرحلة الثالثة هي تثبيت أشكال الكتابة لفون. هنا سيتم تثبيت تطبيق آخر تيفينا آيفون، سأضغط على زر أنستالي، ثم نقوم بالضغط على أوكي. هنا تنبثق نافذة، نضغط على نو، ثم تظهر هذه النافذة. الآن سنقوم بتثبيت التطبيق الذي يضم أشكال الكتابة إيفون. نضغط على الزر انستالي، ثم اكسبتي، وننتظر ريثما يتم تحميل وتثبيت التطبيق. إذن هنا يجب الحذر واتباع الخطوات بدقة. اضغط على ماي، ثم نختار ماي انستال. إذن فقد قمنا بتثبيت خط، هنا سنقوم بربطه مع لوحة المفاتيح. إذن شكل الخط الذي تم تثبيته باستعمال هذا التطبيق هو تيفينا آيفون. إذن سأقوم بالضغط عليه مرتين، ثم نضغط على سيت، ثم نقوم بالضغط على أوكي. إذن بعد الضغط على أوكي سيتم إعادة تشغيل الهاتف. وهكذا بعد إعادة تشغيل الجهاز يكون قد تم تثبيت حروف تيفينا على الهاتف. وللتأكد من ذلك سنقوم بفتح
المتصفح وكتابة كتابة حروف أو كلمة للبحث عنها في موقع جوجل. إذن بعد النقر في خانة البحث تظهر لنا لوحة مفاتيح بها حروف تفنا. الآن سنقوم بكتابة كلمة للبحث عنها في خانة البحث. سنكتب تمازيغت. ثم نضغط على سر البحث. إلى هنا نكون قد أنهينا درس اليوم حول تثبيت حروف تفنا على هاتف أندرويد. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر جيم وكتابة تعليق ثم الاشتراك في القناة على الرابط أسفل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.